بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مرحبا بكم أبناء الأعزاء طلاب الصف الرابع الابتدائي في درس من دروس الوحدة الثالثة، وأخيرا نصل إلى اختبار الوحدة الثالثة. نبدأ سويا. اختبار الوحدة إن شاء الله تعالى بعنوان ألعاب الطفولة. ألعاب الطفولة، نقرأ سويا. كنت صغيرا لم أدخل في حدود الشباب، وكان الوقت صيفا، وكنت أقضي معظم النهار أمام البيت غالبا ألاعب الصبية من أصدقائي. فمرة نكون قطارا بخاريا مؤلفا من 12 قاطرة ليس بينها مركبة واحدة تنفخ جميعا بصوت واحد شبيه بصفير القطار. ومرة أخرى نؤلف مجموعة من الخيل تصهل وتتوثب وتضرب الأرض بحوافرها وتزعج المارة فتصطدم بهم غير مبالية، وطورا نتقاذف بالكرة ونحطم بها زجاج النوافذ فيثور علينا السكان ويجلوننا عن الحارة. وتارة نقسم أنفسنا فريقين، عصابة من اللصوص وضباطا، وأحيانا نعصب لواحد منا عينيه ونتوارى عنه فينطلق وراءنا باحثا، فمن لقى منا عصبنا له عينه بدلا منه، وهكذا إلى آخر هذه الألعاب. أولا أختار الإجابة الصحيحة. يروي الكاتب أحداثا وقعت في مرحلة الطفولة، الصبا، الشباب، الشيخوخة. من يجيب؟ أحسنت يا بني، الصبا كانت هذه الأحداث في زمنه الصيفي. أحسنت. يروى الكاتب هذه الأحداث بمشاعر الدهشة من الغضب، من الاستمتاع، من الحزن. ممتاز، الاستمتاع. عدد الألعاب التي وردت في النص؟ أحسنتم، 5. تتوثبوا بمعنى؟ ممتاز، بارك الله فيكم. تقفزوا. ضد كلمة نطوارة؟ نطوارة معناها يعني نختبئ. ما مضادها؟ ممتاز، نظهروا. هل الألعاب المذكورة في النص فردية أم جماعية؟ ما فائدة الألعاب الجماعية؟ طبعا ألعاب النص جماعية، فيها روح المنافسة والتعاون. أجيب حسب المطلوب بين الأقواس. يتقاذف الصبية الكرة، تضرب الخيل الأرض بحوافرها، يزعج الأولاد المرة. وحدد المفعول به في كل جملة مما سبق مع الضبط بالشكل الصحيح. الكرة، الأرض، المرة. أنجز المهندس، قذفت البنت. املأ الفراغ بمفعول به مناسب مع الضبط بالشكل الصحيح. ممتاز. أنجز المهندس المشروع، قذفت البنت الثمرة. كادح، خادم، لاعب. وحول المفردات إلى جمع مذكر سالم. كادحون، خادمون، لاعبون. كرم المدير التلميذة. أضع في الفراغ مفعولا مطلقا مناسبا مع الضبط بالشكل الصحيح. أحسنت. كرم المدير التلميذة تكريما. استمتع الأطفال باللعب استمتاعا. اللصوص، أدخل اللام المكسورة على الكلمتين السابقتين. أدخل اللام المكسورة على الكلمتين السابقتين، اللصوص وكلمة اللعبة. للصوص، للعبة. تصطدم بالمرة. ما تأثير دخول الباء على الكلمة التي بعدها؟ لم تؤثر عليها. تختبئ وراء، وعلى كتابة الهمزة على هذه الصورة.
لأنك ما قبلها كان مكسور. أستخرج من النص أربعة جموع وبين نوعها: الصبية جمع تكسير، اللصوص جمع تكسير أيضا، المرة أيضا جمع تكسير، الضباط جمع تكسير. أتخيل أني أحد المرة الذين أو أزعجهم هؤلاء الأطفال باللعب، أطلب منهم اللعب بعيدا مع استخدام أسلوب الدعاء: العبوا بعيدا عن طريقي هداكم الله. أستخرج من النص سلوكا أعجبني وآخر لم يعجبني: اللعب الجماعي، إزعاج المرة. ممتاز، إلى هنا أبنائي الأعزاء نكون قد انتهينا من الوحدة الثالثة التي كانت بعنوان آداب وواجبات، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.